لجأت خلال الفترة الماضية العديد من الشركات العربية الناشئة إلى ما يعرف بالسباكس للدخول إلى وول ستريت. فما هي السباكس وما هي الفرص التي توفرها لهذه الشركات؟ بداية، عندما نتحدث عن السباكس نحن نتحدث عن شركة تستهدف الوصول إلى شركات ناشئة وذلك بهدف الاستحواذ عليها والاندماج معها. السباكس هي شركات لا تملك أعمال تشغيلية، ولكن هدفها الأساسي هو استهداف شركات ناشئة تعمل في قطاعات معينة بهدف طرحها في الأسواق العالمية، وبالتالي تصبح الشركة المستهدفة جزء من الأسواق العالمية أو من مؤشرات عالمية، وتصبح مدرجة دون اللجوء إلى ما يعرف بالآي بي أو. إذن كيف تعمل السباكس؟ هي تسمى بشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، وتسمى أيضا بشركات البلانك تشيكس، حيث أن المستثمرين في هذا النوع من الشركات يقومون بتقديم أموال تودع في التراست فند الخاصة بهذه الشركات دون معرفة نوعية الشركات التي ستستهدفها السباكس. طبعا أمام السباكس هنا خيارين، إما استهداف شركات بقطاعات معينة وبالتالي تحويل أموال المستثمرين إلى شراء هذه الشركات والاستحواذ عليها، أو إعادة هذه الأموال إلى المستثمرين. لا خيار ثالث أمام هذه الشركات. ما هو الفرق بينها وبين الآي بي أو؟ هي عملية أسرع بالنسبة لهؤلاء الشركات الذين يريدون الدخول للأسواق العالمية والإدراج بالأسواق العالمية، أقل تكلفة، وأيضا التقييمات تعتبر يعني من السهل الحصول عليها، حيث أنها بشكل كبير يتم التفاوض عليها، حيث أن السباكس تعمل كأندر رايتر، وبالتالي الشركة المستهدفة لا تنتظر حتى يتم التوصل إلى هذه التقييمات من قبل شركات الاستثمار أو الأندر رايترز الذين يقومون عادة وقت الآي بي أو بعمل التقييمات. إذن من هي الشركات العربية الناشئة التي لجأت إلى السباكس خلال الفترة الماضية؟ لدينا سويفل، لدينا شركة لوسيد، وطبعا صندوق الاستثمارات العامة السعودي من أبرز المستثمرين بها، وأيضا شركة أنغامي. كل هذه الشركات لجأت إلى ما يعرف بالسباكس، ولكن حتى أيضا شركات الخدمات المالية والاستثمارات في المنطقة أيضا تلجأ إلى عمل السباكس. بمعنى شركة شعاع كابيتال أعلنت عن تأسيس ثلاث شركات للاستحواذ، يعني ثلاث سباكس قيمة كل واحدة منها 200 مليون دولار. أيضا شركة مبادلة تحدثت عن تأسيس سباكس قيمة كل واحدة ب 200 مليون دولار، وذلك بهدف التوسع بشكل أكبر بقطاعات مختلفة. عندما ننظر إلى الشركات الناشئة في المنطقة العربية نلاحظ بأن معظمها، وتحديدا تلك التي تركز على القطاع التكنولوجي، هي في الإمارات العربية المتحدة وأيضا في السعودية. خلال الفترة الماضية تحديدا من بداية العام 2021 تم استثمار أكثر من 170 مليون دولار في شركات ناشئة، وبالتالي لدينا زخم للشركات العربية الناشئة، وتحديدا في قطاع التكنولوجيا وتحديدا في الإمارات العربية المتحدة. وبالتالي السباكس توفر فرصة لهؤلاء الشركات الجديدة للدخول لأسواق عالمية. لماذا الأسواق العالمية وليس الأسواق المحلية؟ بداية، نحن نتحدث عن شركات تكنولوجية، يعني growth company. معظم الشركات التي يتم تداولها في البورصات المحلية هي أكثر نضجا أو ماتشور، وبالتالي هي تعتبر بشكل أكبر value stocks، توفر عوائد وتوزيعات نقدية للمستثمرين، وهذا ما لا توفره هذا النوع من الشركات، شركات النمو. بالإضافة لذلك تقييم هذه الشركات أسهل بالنسبة للأسواق العالمية، وتحديدا بالنسبة للبورصات الأمريكية، هناك سيولة أكبر، وبحكم الربط ما بين الدولار الأمريكي ومعظم العملات الخليجية، وتحديدا أيضا الدرهم الإماراتي، هذا أيضا يقلص من مخاطر العملة بالنسبة لهذا النوع من الاستثمارات.